مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، طلاب صف 11 علمي. موعدنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الأحياء والفصل الدراسي الثاني. نستكمل اليوم حديثنا عن الوحدة التاسعة، عن الأمراض الانتقالية، ونستكمل أيضا الحديث عن الدرس الثاني في هذه الوحدة عن المضادات الحيوية. في نهاية هذا الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن يعرف طريقة عمل المضادات الحيوية، وأن يفرق بين عوامل الجدار الخلوي وعوامل الغشاء الخلوي، وأن يفسر عدم تأثر خلايا الجسم بالمضادات الحيوية. لدينا اليوم عزيزي الطالب مجموعة من المفردات مثل المضاد الحيوي، البنسلين، عامل الجدار الخلوي، عامل الغشاء الخلوي. قيمة اليوم عزيزي الطالب هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سؤال اليوم عزيزي الطالب: ما الفرق بين عوامل الجدار الخلوي وعوامل الغشاء الخلوي؟ الإجابة على هذا السؤال افتح كتاب الطالب صفحة 167 ثم اقرأ الفقرة الأولى. ما الفرق بين عوامل الجدار الخلوي وعوامل الغشاء الخلوي؟ عامل الجدار الخلوي والغشاء الخلوي: البنسلين والأمبسلين هما مثالان على عوامل الجدار الخلوي التي تعمل عن طريق تفجير الجدر الخلوية البكتيرية في البكتيريا موجبة الجرام، ويكون ذلك من خلال العمل مباشرة على البيبتيدوجليكان الذي يشكل تركيبا شبكيا حول الغشاء البلازمي للبكتيريا، وحين تتكاثر البكتيريا تتفتح ثقوب صغيرة في أثناء انقسام الخلية، ثم تملأ هذه الثقوب بالبيبتيدوجليكان المنتج حديثا لإعادة بناء الجدار. تصنيف المضادات الحيوية من حيث طريقة عملها عزيزي الطالب: يمكن تصنيف المضادات الحيوية من حيث الطريقة التي تعمل بها إلى نوعين رئيسيين. بعض المضادات الحيوية يطلق عليها عوامل الجدار الخلوي، وبعض المضادات الحيوية الأخرى يطلق عليها عوامل الغشاء الخلوي. عوامل الجدار الخلوي عزيزي الطالب: مثال البنسلين والأمبسلين هما نوعين من المضادات الحيوية يطلق عليها عوامل الجدار الخلوي. لا بد أن نفسر سبب هذه التسمية عزيزي الطالب. هذا يعود إلى الطريقة التي يعمل بها كل من هذين المضادين الحيويين في قتل البكتيريا. وهذه المضادات الحيوية البنسلين والأمبسلين تعمل على البكتيريا موجبة الجرام. البكتيريا موجبة الجرام عزيزي الطالب لها جدار خلوي من البيبتيدوجليكان يحيط بالغشاء البلازمي كما ترى في هذه الصورة، وكما سبق أن شرحنا في درس سابق. تعمل هذه المضادات الحيوية على البيبتيدوجليكان والذي يشكل تركيبا شبكيا حول الغشاء البلازمي للبكتيريا، وتعمل هذه المضادات الحيوية على حجب الدعامات البروتينية، حجب الدعامات البروتينية التي تربط البيبتيدوجليكانات مع بعضها، وبالتالي تمنع البكتيريا من إغلاق الثقوب الموجودة في جذورها الخلوية الجديدة التي تكونها بعد الانقسام، ومن ثم يندفع الماء من خلال هذه الثقوب إلى الخلية، ومن ثم تنفجر البكتيريا. حين تتكاثر البكتيريا عزيزي الطالب تتفتح ثقوب صغيرة في أثناء الانقسام، ثم من المفترض أن يتم ملء هذه الثقوب تباعا بمادة البيبتيدوجليكان المنتج حديثا. تقوم هذه المضادات الحيوية البنسلين والأمبسلين بتعطيل عملية بناء البيبتيدوجليكانات الجديدة التي تقوم بسد هذه الصغور ومنع دخول الماء إلى داخل البكتيريا موجبة الجرام. يندفع الماء من خلال الثقوب إلى الخلية وتنفجر البكتيريا ما دام تركيز الماء في السائر المحيط بالخلية أعلى مما هو في داخل البكتيريا. فسر عوامل الجدار الخلوي مثل البنسلين تؤدي إلى انفجار الخلايا البكتيرية موجبة الجرام لأنها تعمل على حجب الدعامات البروتينية، لأنها أي عوامل الجدار الخلوي مثل البنسلين تعمل على حجب الدعامات البروتينية التي تربط البيبتيدوجليكانات معا، وتمنع البكتيريا من إغلاق الثقوب في جذورها الخلوية، وهذا يؤدي إلى أن يندفع
الماء من خلال الثقوب إلى الخلية وتنفجر البكتيريا. خلايا حلقية النواة لا تتأثر بالمضادات الحيوية من عوامل الجدار الخلوي مثل البنسلين والأمبسلين لأنها لا تمتلك جدرا خلويا نبتدو جلكان، أي أن خلايانا الحقيقية لا تتأثر عند تناولنا لمثل هذه المضادات الحيوية. لا تستجيب البكتيريا سالبة الجرام أيضا للبنسلين لأن طبقة البيبتيدو جلاكان في البكتيريا سالبة الجرام الرقيقة محاطة بغشاء خلوي ثان. السؤال الأول عزيزي الطالب، أي ما يأتي من عوامل الجدار الخلوي؟ من عوامل الجدار الخلوي في هذه الاختيارات عزيزي الطالب هو البنسلين. لدينا سؤال آخر، أي ما يأتي من عوامل الجدار الخلوي؟ من عوامل الجدار الخلوي في هذه الاختيارات عزيزي الطالب هو الأمبسلين. بالاستعانة بالشكل الآتي لإيضاح تركيب الجدار الخلوي لأحد أنواع البكتيريا أجب على الأسئلة التالية: اشرح تأثير البنسلين على هذا النوع من البكتيريا. البكتيريا الموضحة الموضح جدارها الخلوي في هذه الصورة هي بكتيريا موجبة الجرام، والبنسلين أي المضاد الحيوي المذكور هو من عوامل الجدار الخلوي، يعمل على حجب الدعامات البروتينية التي تربط البيبتيدوجلايكانات مع بعضها بما يمنع البكتيريا من إغلاق الثقوب التي تتكون في جدارها الخلوية، ومن ثم يندفع الماء من خلال تلك الثقوب إلى الخلية وتنفجر البكتيريا. فسر عوامل الجدار الخلوي مثل البنسلين تؤدي إلى انفجار خلايا البكتيريا موجبة الجرام. عوامل الجدار الخلوي مثل البنسلين تؤدي إلى انفجار خلايا البكتيريا موجبة الجرام لأنها تعمل على حجب الدعامات البروتينية التي تربط البيبتيدوجلايكان معا وتمنع البكتيريا من إغلاق الثقوب في جدارها الخلوية، ومن ثم يندفع الماء من خلال الثقوب تلك إلى الخلية وتنفجر البكتيريا. فسر لا تتأثر خلايا حقيقية النواة بالبنسلين لأن خلايا حقيقية النواة لا تمتلك جدرا خلوية من البيبتيدو جلايكان. فسر لا تستجيب البكتيريا سالبة الجرام للبنسلين لأن طبقة البيبتيدو جلايكان الرقيقة الموجودة في الجدار الخلوي للبكتيريا سالبة الجرام محاطة من الخارج بغشاء خلوي ثاني، وهذا في تركيب الجدار الخلوي للخلايا البكتيريا سالبة الجرام. نستكمل مع بعض الحديث عن عوامل الغشاء الخلوي. عوامل الغشاء الخلوي هي نوع آخر من المضادات الحيوية تعمل على البكتيريا سالبة الجرام مثل البوليميكسين وعائلة المضادات الحيوية الأمينو جلايكوسيد. هذه العوامل أو هذه المضادات الحيوية المطلق عليها عوامل الغشاء الخلوي تهاجم البكتيريا سالبة الجرام. فماذا تفعل هذه العوامل؟ انظر عزيزي الطالب إلى جزيء البوليميكسين وما الذي يفعله في الجدار الخلوي للبكتيريا سالبة الجرام. يرتبط جزيء البوليميكسين وهو من عوامل الغشاء الخلوي يرتبط بعديدات التسكر الليبيدية الموجودة على الغشاء الخارجي. وجزيئات البوليميكسين عندما ترتبط بعديد التسكر على الغشاء الخارجي تعمل كالمنظفات، ومن ثم تقوم بتكسير طبقة الدهون المزدوجة الخارجية وتقوم بتكسير الغشاء الخارجي للبكتيريا والغشاء الداخلي وتتسبب في موت البكتيريا. وتفتقر الخلايا الحقيقية إلى عديدة التسكر الليبيدية الموجودة في الجدار الخلوي لخلايا البكتيريا سالبة الجرام، ومن ثم لا تهاجم عوامل الغشاء الخلوي خلايا الحقيقية الموجودة في جسم الإنسان. فسر خلايا جسم الإنسان لا تتأثر بالمضاد الحيوي البوليميكسين لأن خلايا جسم الإنسان من الخلايا الحقيقية النواة التي تفتقر إلى عديدات التسكر الليبيدية الموجودة في البكتيريا، لذلك لا تجذب جزيئات البوليميكسين ولا ترتبط بها. واضح من هذه الصورة عزيزي الطالب أن البوليميكسينات تدمر الأغشاء الخلوية للبكتيريا سالبة الجرام. انظر إلى هذا السؤال عزيزي الطالب، أي ما يأتي من عوامل الغشاء الخلوي؟ من عوامل الغشاء الخلوي في هذه القائمة عزيزي الطالب هو البوليميكسين. أي ما يأتي من عوامل الغشاء الخلوي؟ من عوامل الغشاء الخلوي في هذه القائمة عزيزي الطالب هو الأمينو جلايكوسيد. بالاستعانة بالشكل الآتي لإيضاح تركيب الجدار الخلوي لأحد أنواع البكتيريا أجب عن الأسئلة الآتية: اشرح تأثير البوليميكسين على البكتيريا. البكتيريا الموضح جدار الخلوي في هذه الصورة هي بكتيريا سالبة الجرام، والبوليميكسين مضاد حيوي من عوامل الغشاء الخلوي حيث أنه يرتبط بعديد التسكر الليبيدية المرتبطة بالغشاء الخارجي ويقوم بتكسير طبقة الدهون المزدوجة للغشاء الخارجي مما يؤدي إلى تكسر الغشاء الخارجي للبكتيريا والغشاء الداخلي أيضا ويتسبب في موت البكتيريا. فسر خلايا جسم الإنسان لا تتأثر بالمضاد الحيوي البوليميكسين
لأن الخلايا الحقيقية النواة لا تحتوي على نفس عديدة السكر الليبيدية الموجودة على الغشاء الخلوي للبكتيريا. استكمل الحديث عن تصنيف المضادات الحيوية حسب طريقة عملها، ومن الأفضل أن نقوم بعقد مقارنة بين عوامل الجدار الخلوي وعوامل الغشاء الخلوي. أولا نذكر مثال على عوامل الجدار الخلوي وعوامل الغشاء الخلوي. عوامل الجدار الخلوي من أمثلة على ذلك البنسلين والأمبسلين. عوامل الغشاء الخلوي مثل البوليميكسين وعائلة الأمينو جلايكوسيد. البكتيريا المستهدفة من عوامل الجدار الخلوي هي البكتيريا موجبة الجرام، بينما البكتيريا المستهدفة من عوامل الغشاء الخلوي البكتيريا سالبة الجرام. طريقة العمل: تقوم عوامل الجدار الخلوي بحدب الدعامات البروتينية التي تربط البيبتيدوجلايكينات معا، وتمنع البكتيريا موجبة الجرام من إغلاق الثقوب في جدارها الخلوية، ومن ثم يندفع الماء من خلال تلك الثقوب إلى الخلية وتنفجر البكتيريا. بينما طريقة عمل عوامل الغشاء الخلوي ترتبط بعديدات التسكر الليبيدية المتصلة بالغشاء الخارجي، وتعمل كالمنظفات حيث تقوم بتكسير طبقة الدهون المزدوجة على الغشاء الخارجي، وتكسر الغشاء الخارجي للبكتيريا، وتقوم أيضا بتكسير الغشاء الداخلي وتتسبب في موت البكتيريا والقضاء عليها. لدينا في السؤال الثالث على الطالب مقارنة بين عوامل الجدار الخلوي وعوامل الغشاء الخلوي. مثال على عوامل الجدار الخلوي البنسلين والأمبسلين، بينما عوامل الغشاء الخلوي مثال عليها البوليميكسين وعائلة الأمينو جلايكوسيد. البكتيريا المستهدفة عز الطالب هنا هو البكتيريا موجبة الجرام، بينما عوامل الغشاء الخلوي تستهدف البكتيريا سالبة الجرام. طريقة العمل عز الطالب: تعمل عوامل الجدار الخلوي على حدب الدعامات البروتينية التي تربط البيبتيدوجلايكانات مع بعضها، وتمنع البكتيريا من إغلاق الثقوب في الجدار الخلوية، ومن ثم يندفع الماء من خلال تلك الثقوب إلى الخلية وتنفجر البكتيريا. بينما عوامل الغشاء الخلوي ترتبط بعديدات التسكر الليبيدية المتصلة بالغشاء الخارجي، وتعمل كالمنظفات التي تكسب طبقة الدهون المزدوجة، وتقوم بتكسير الغشاء الخارجي للبكتيريا والغشاء الداخلي وتتسبب في موت البكتيريا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.